انا خلاص ما بقتش عايز حاجه من الدنيا. انا حابب اقول نفسي عشان كلكم ترتاحوا. ما حدش يقرب لي، اللي هيقرب لي هنط. اهو هنط اهو. جرامازو، ايه سخط الجامع اللي انت بتتكلم بيها دي؟ انا واقف لوحدي في الشارع انا والشجره دي يا اخي. ايه يا سعدون، فين الناس؟ ما تسال نفسك يا مازو، دي لو كانت قطه هي اللي واقفه على السور وكانت هتنتحر كان الناس عملت قلبان اكتر من كده يا اخي. يا ابني قول لهم ان جاركم مازو بينتحر، انا محبوب جدا هنا في المنطقه. انا لساني دلدل ومحدش عبرني على فكره. بقول لك ايه؟ ايه؟ قول لي وطي صوته، ما عرفش اتكلم في التليفون. انا اسفين يا غريب، وطي صوتك عشان غريب بيزعق. بعد اذن حضرتك يا باشمهندس اقول لك على مفاجاه، في واحد بينتحر فوق في البلكونه اهو. يا عم بداية، احنا ناقصين زحمه. شفت يا عم محبوب المليجي؟ ولا حد اصلا سائل فيك. اقول لك على حاجه يا مازو، انت لما تموت دفنتك هتبقى بدون جمهور، زي كده الدوري العام بتاعنا يعني، واخد بالك؟